اكتشف في مراحل مبكرة من الدراسة صوته الجميل، وصقل تعلمه لتلاوة القرآن الكريم موهبته في الإنشاد. إنه المنشد الواعد الفنان حسين عبد الصمد. لأجلك نبتسم حلوة ومرة، وزهر الحب فينا فاح عطرة، وعطرنا الدنا رايح وغادي. ولا في الأرض مثلك يا بلادي، على فنك يغني كل شادي، شادي شادي وجعل ترفتك واحة وجنة كريمة والعطاء من غير منها. حسين عبد الصمد واحد من ألمع نجوم الإنشاد في عدن، وصوت فني أطرب جمهوره بكثير من الألحان. اكتشف في نفسه صوتا جميلا منذ أن كان في المراحل الدراسية الأولى، ومن خلال مشاركته المستمرة في الإذاعة المدرسية. كنت وأنا يعني صغير كنت يعني اسمع في يعني اسمع فيني صوت صوت جميل، وبدات يعني من ناحيه كمان ايضا في المدرسه من ناحيه الطابور الصباحي، يعني الاساتذه لما سمعوا انه في بي صوت وهكذا كانوا بحيث انه كل طابور يقيمونها قراءه القران الحكمه من هذه الناحيه. أحب حسين الإنشاد وأبدع فيه رغم المعوقات المادية التي تحول بينه وبين تحقيق ما يريد في عالمه الفني. كون مع رفاقه فرقة الآفاق الإنشادية التي كان لها مساهمات فنية عديدة في كثير من المحافل، وأحيت الكثير من الحفلات والأمسيات الفنية. والداي الله يطول بعمرهم دعموني في هذا المجال العمل الفني، ثم من الشباب أصحابي مثل الأخ الأستاذ جميل جمال، والله يعني أخذ يعني يتكلم معي في أمور الإنشادية من ناحية الخروج، من ناحية جابلي انطلاقة في تكوين فرقة، في تكوين حفلات كانت تشارك فيها، يعني أي حفل كان يستوي أو شيء كان يستدعينا بحفلات، حتى لو حاجة بسيطة كذا من الحفلات كان تخرج فيها، و في مساجد إنشادية، في أمسيات، من هذه الأشياء. ثم الأخ يعني جزاه الله خير نورس الحاج، كنت في بداية الأمور هو من عنده ناحية الانطلاقة الحماس عنده في هذا البداية الطريق، يعني في الفرقة الإنشادية، بحيث هنا بدأت الانطلاقة من هذا المجال من الفرقة. يعني كنت أقرأ القرآن وسمعوا فيني صوت جميل، وبدأوا يعني من الشباب من المعروفين كوننا فرقة إنشادية. كيباتا ما ذقت طعم سعادة وحنان، اليتم أبدلني الحنان قساوة، والحب مذبوح على وجداني، عمري بدا فيه الشتاء. أمال أحلامي
والدمع ينحت لوحات للحزن في خدي ملخصة بها أشجاني بيوت ثوب الليل من أحزاني اليتم حاك نسيجه. لقب بمنشد عدن بعد فوزه بالمرتبة الأولى في مسابقة الإنشاد عام 2012 عن أغنية طفولة الحرمان، ولازال ينتظره الكثير من النجاح، فالمستقبل بالنسبة له واعد بالأمنيات، والإنشاد مهنته وعشقه الأزلي. حصلت صعوبات في بداية الأعمال، وإنما قبل ما أبدأ في أمور التسجيلات كنت يعني أحصل دعم يعني من شباب من أصحابي في أمور أيضا الجانب المادي في الإنشاد، وأيضا من أهلي جزاهم الله خير يعني ساعدونا في مجال الجانب المادي بحيث إنه ينطلق في مجال الإنشاد. في 2012 قدمت في مهرجان منشد عدن، وبفضل الله سبحانه وتعالى طلعت المرتبة الأولى، وهذه الأنشودة هي الذي حصلت منها الانطلاقة في بداية المسيرة. يا نجم أهينا بالحنون بقلبه من لو راني معذبا لفداني لما كالزهر مبتسما من الولهان أنا من فقدت حنان أم وارف مثل الربيع بروضة الريان صدري يحن للمسة بأكفها ليذوق دفء الحب في الأحضان. حسين عبد الصمد، وعلى الرغم من كل المعوقات التي تقف أمامه إلا أن حب الإنشاد يجري في دمه مجرى الدم، ويحيط حياته بطموح نحو إنشاد ما هو جميل وجديد. بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي تلاقينا على نهج المحبة وانت في خطانا كل صعبة وبالأنوار خط الشعب دربا ولبى للعلا صوت المنادي. ولا في الأرض مثلك يا بلادي الشعب قادر شعار الكل جينا يا بلادي.